ابو تريكا الكل الملعب يصفق لابو تريكا، لا تترك الملعب. هذه هي التحية الجديدة لابو تريكا لهذه الجماهير على الطريقة الإسبانية، ولكن الذهاب مشاوير 2011 1-0 عن طريق القناص ابن القناص يونس محمود. جول جول من يونس، جول من العراقي، جول من يونس، يونس ابو الغيرة يسجل التعادل لصالح المنتخب العراقي. الصفار خليج اسماعيل،
التحية العسكرية. سلام يا أبو السلطان، سلام يا خليفة، سلام يا قائد، والله يرحمك يا زايد. منتخب الإمارات يتقدم بأول الأهداف. عمل إسماعيل، عمل المستحيل. إسماعيل بطل في دقيقة 72، لعب الكرة في شباك. الله يا إسماعيل، الله يا إسماعيل، يا على عيني ما تبكيك إن شاء الله. الله يحفظك دنيا وآخرة إن شاء الله. إسماعيل بطل يسجل أول الأهداف. ريحونا يا شباب، البطولة نبغي راسها، نبغي راسها، نبغي راسها، نبغي راسها. شايفون إسماعيل فرصة وامكانية خطيرة. الله عليك يا حضري، الله عليك ايها السد. مش ممكن يا يبدأ، كان النصف النهائي يبدأ من جديد، كاد السيمي فاينل يبدأ من جديد. كورة حسن يبدأ والحضري قال لا. الحضري يترك التاهل الحالي للمصريين. 1-0 ما زالت لمصر. الجزائر تضغط الراسية والحضري مرة اخرى، الحضري مرة اخرى. عندهم سد اسوان، عندهم علو خوف وخفرع ومنقرع، وعندهم خامس العجائب هناك عصام كمال الحضري. ديني سلم لي، كلمني، اضرب لي. يتلاعب كما يحلو له، المهم استمتع، خليني نتمتع. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. يا معلم، يا معلم، اتعلم وتكلم. ديني سلم لي، كلمني، اضرب لي. يتلاعب كما يحلو له. Just clears it to safety. Magni gets past Inzaghi. Magni, chance for a cross. He does just that. Rocky! Rocky misses from point blank range. And the captain of Lazio is unable to equalize in the 77th minute despite being. زنزان الرأس المغربية للمهدي بن عطية، الرأس المغربية للمهدي بن عطية. هذا هو البافاري الناري. بايرن ميونخ يرفع التحدي. الألمان يتعدون الإسبان الآن. أسبقية ألمانية ترجع كل الأحلام البافارية. شعلت نار في الملعب، شعلت نار. مهدي بن عطية حقيقة أيام عشناها، أيام لن ننساها، أيام ستبقى في ذاكرتنا. الفرقة صعبة، والله الفرقة صعبة، والليلة هذه واضحة ليلة إفراج. حاولت أعديها وعيت تعدي. ننساكم، ستبقى ذكرياتكم معنا ما حينا. اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزحا. وارحموا صبا إذا غنى بكم، ذاب وجدا وتمنى الفرحة. أنا بحكي لك سر الإبداع والنجومية والإخلاص والروح والانتماء. هذا الشيء كله بحبب رابع. بشار 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 يسدد. الله نورها بشار وولعها وشعللها. بشار عبد الله، هدف نور من بشار عبد الله في مرمى المنتخب الإماراتي. وأنا أقولها بهدف يشعلل ويولع المباراة، وبالفعل الهدف كان كويتي. هدف أول من بشار عبد الله في مرمى المنتخب الإماراتي بتسديده بيمينه على يمين جمعة راشد. بشار عبد الله واللي يسجل اليوم الهدف الدولي رقم 53 من 105 مباراة دولية. شوفه شوفه بيمينه حلوة، وحاول فيها الحقيقة جمعة راشد لكن دون جدوى. نواف المطيري في الأمام لبدر.